نذهب الآن مباشرة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للمفوضية الأوروبية وحلف الناتو ورئيسة الوزراء الإستونية. مشتركة الذخائر لأوكرانيا، لقد تصرفنا خلال فترة الوباء مثلا لتأمين اللقاحات، والآن لنتصرف معا ونوصل الذخائر إلى أوكرانيا. يجب أن نتذكر أن التهديدات طويلة المدى، فإضافة إلى الحرب العادية هناك حرب هجينة لخلق الفوضى، وكل الدول الأوروبية يجب أن تستثمر في ميزانية دفاعها بطريقة متزايدة. لا يمكننا أن نقع رهينة التهديدات الروسية، وإلا فسنستيقظ في عالم أكثر خطورة. إذن لماذا يجب على الدول التي هي بعيدة عن أوكرانيا أن تخاف، بما أن الأوكرانيين أنفسهم ليسوا خائفين؟ هذه الحرب طريقة انتهائها سوف يحدد مستقبل الأجيال المقبل، ولذلك يجب أن يكون هناك محاسبة للجرائم الروسية ضد الشعب الأوكراني، ويجب ألا يكون أي من القادة الروسيين بمعزل عن المحاسبة. ونحن كفريق في الناتو والاتحاد الأوروبي برهننا عن كثير من التضامن في العام الماضي، وبالنظر إلى المستقبل فهذه كلمات أساسية يجب أن نحملها، هي المحاسبة والإيمان والشجاعة، وأن لا نترك مجالا للخوف أبدا. شكرا جزيلا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، تفضلي. شكرا لك عزيزتي كايا، وشكرا لاستضافتكم في هذا التاريخ المميز. في الواقع هو تاريخ منذ 105 عاما أعلنت فيه إستونيا استقلالها. إن حزم إستونيا للبقاء دولة حرة ومستقلة كان موضع تجارب عدة مرات، ولكن في 20 من أغسطس 1991 تثبت هذا الاستقلال. وهنا نستذكر ما قاله الرئيس الإستوني لانات ميري السابق طبعا، الذي قال إن أوروبا ليست عبارة عن جغرافيا، بل هي عبارة عن تآزر قيم، وأهمها مبدأين، وهذه المبادئ هي التي تحدد الجغرافيا وليس العكس. وهذا ما قاله، هذه حقيقة لم يفهمها بتاتا بوتين. بعد عام من بدء هذه الحرب الشنيعة ضد أوكرانيا، فشل بوتين بالوصول إلى أي من أهدافه الاستراتيجية، فبدلا من أن يفرق الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي اليوم متضامنا وحازما للوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما تطلبه الأمر، وبدلا من أن يسيطر على سوق الطاقة العالمي، فقد خسر الكثير من مدخلاته المتعلقة بالطاقة، وبدلا من محي أوكرانيا من خريطة العالم، يواجه الآن شجاعة أكبر من أي وقت مضى، حيث بدأت أوكرانيا نموذجا عن الشجاعة التي لن تقف أو لن تتوقف عن السعي وراء حريتها. رأينا هذا الحزم في 365 يوما من هذه الحرب. وطبعا كما تقف إستونيا كدولة مستقلة، فإن أوكرانيا أيضا ستنتصر، لأن الأوكرانيين لن يتراجعوا أبدا، وأوكرانيا ستنتصر لأن أوروبا وشركائها وحلفائها أيضا سيقفون بحزم معها. ولكن بعد عام من الحرب فإن الصراع ما زال مستشريا، وطبعا بوتين رفع ما هو على المحك، قد أرسل مئات الآلاف من الشبان الروسيين إلى هذه المعارك في أوكرانيا. وما رأيناه في موسكو هذا الأسبوع يقول لنا بأن الخسائر تزداد في على أرض المعركة، وكذلك ذلك أيضا الوهم والمعلومات الزائفة أيضا تزداد في روسيا، وهذا يظهر الضغط الذي يعاني منه نظام بوتين. وأيضا الآن هذا يبرهن أن الآن هو الوقت المناسب لنستمر بإعطاء أوكرانيا ما يلزم للدفاع عن نفسها حتى ينهي
الروسيون هذه الأرض أو هذه الحرب ويغادروا أرض أوكرانيا، ولذلك الأوكرانيون حازمون ونحن حازمون لدعم أوكرانيا عسكريا وماليا واقتصاديا وزيادة قدراتنا الدفاعية الخاصة بنا، وأيضا زيادة الضغط على روسيا ومحاسبة روسيا. إن روسيا تصبح معزولة أكثر فأكثر، ونحن نرى ذلك خلال التصويت الذي شهدناه 141 دولة في الأمم المتحدة التي أدانت روسيا وصوتت لصالح هذا القرار، لأن وبالتالي روسيا تعود إلى اقتصاد معزول عن العالم. العقوبات طبعا تجدي بطريقة شديدة، وطبعا هي مستندة إلى الاقتصاد، وسن نستمر بالضغط على روسيا وعلى من يدعمون روسيا في أرض المعركة، وسنستمر بملاحقة نهج بوتين وملاحقة من يساعدون روسيا للالتفاف على العقوبات في هذه أو لتعزيز ترسانتها. وفي الوقت نفسه نعمل على تأمين مرونة وصمود أوكرانيا الاقتصادي والمالي مع زيادة استمرار الدعم المالي، وقد حشدنا 76 مليون يورو حتى الآن، ونزيد الدعم العسكري. نريد أن ندرب 30 ألف من الجنود الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي، كما أننا نقوم بتزويد معدات عسكرية، كما أننا أيضا سنقوم بتوفير معدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا مثل الذخائر ب 155 مليمتر، وسنعمل أيضا مع صناعة الدفاع لزيادة إنتاج هذه الذخائر وسواها من المعدات التي تحتاجها القوات الأوكرانية، وأيضا لنعيد أيضا تعزيز وملء مخزوناتنا. وكما ذكرت السيدة الرئيسة، نحن نأخذ أو نتصرف كما ذكرت. وأخيرا وليس آخرا، هذا لا يتعلق فقط بالنصر على أرض المعركة، فالأوكرانيون يحاربون من أجل حقوقهم لاختيار مصيرهم ومستقبلهم، وهم قد اختاروا بالفعل، لأنهم اختاروا الاتحاد الأوروبي واختاروا وحدة المبادئ كما ذكر الرئيس السابق لإستونيا. الجيوش الأوكرانيون الذين يحاربون في الخنادق هم يدافعون عن وحدة هذه المبادئ، وفي هذه الأوقات العصيبة فإن قلوب الأوكرانيين دافئة، لأنهم يثقون بأن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي يوما ما، وهذا هكذا تقوم المبادئ بتصميم واستشراف الجغرافيا. سيدة ديكايا، اليوم أنا فخورة لأن أكون واقفة هنا معك ومعكما في الواقع لنعيد استذكار استقلال وحرية إستونيا ونحتفي به، وأنا فخورة بأن نقف لدعم الشعب الأوكراني في معركته للحصول على حريته وحقوقه، وأنا متأكدة من أن أوكرانيا كما إستونيا ستنتصر أيضا. شكرا الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، تفضل. تهانينا للاحتفاء بيوم استقلال إستونيا. السيدة فوندرلاين عزيزة أرسولا، يشرفني أن أكون معكما هنا اليوم. أيضا منذ أكثر من 100 عام حارب الجيش الإستوني لأجل حريته واستقلاله. هذا الاستقلال لم يتخلى عنه الشعب الإستوني يوما، وأنتم بعد عدة أعوام استحقيتم هذا الاستقلال. وشكرا لدعوتي للاحتفاء المشاركة في هذا الاحتفال اليوم، وأيضا لحفل رفع العلم، وطبعا هذا يبرهن عن
مدى عن أنكم تعلقون أهمية كبيرة لحريتكم، وتاريخكم تذكرنا بأننا لا يمكن أن نستهزئ الحرية. الحرية لا تعطى بدون ثمن، يجب أن نحارب من أجل الحصول عليها في كل يوم. اليوم الشعب الأوكراني هو الذي يحارب وببسالة من أجل حريته، وبالرغم من الأيام الداكنة من الدمار فإن شجاعتهم ستنتصر. منذ عام قام الرئيس بوتين بشن هجوم على أوكرانيا، هو اعتداء وحرب غير مبررة تنتهك أسس النظام الدولي. أراد أن يكسر عزيمة الشعب الأوكراني كما أراد أن يكسر وحدتنا، إلا أن الرئيس بوتين فشل. بما أن أوكرانيا ما زالت صامدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب أوكرانيا، مع ذلك بوتين لم يتخلى عن أهدافه. هو يريد أوروبا مختلفة حيث تستطيع روسيا أن تملي على جيرانها أفعالهم. هو لا يتحضر للسلام بل لمزيد من الحرب، وبالتالي يجب أن نعطي أوكرانيا ما تحتاجه لتنتصر. طبعا دعمنا لأوكرانيا ربما قد يتسبب ببعض التصعيد، ولكن ما من خيارات خالية من المخاطر. والخطر الأكبر هو في حال تمكن السيد بوتين من الانتصار، لأن الرسالة له وكل القادة الأوتوريتاريين ستكون بأنهم يستطيعون استخدام القوة للحصول على مرادهم، وهذا سيجعل العالم أكثر خطورة وأكثر هشاشة أيضا. وبالتالي دعم أوكرانيا لا يقتصر أو ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل هو في مصلحتنا الأمنية. ولذلك فإن حلفاء الناتو يقدمون دعما غير مسبوق لأوكرانيا ويعملون يدا بيد مع الاتحاد الأوروبي. أكرر بأن أستونيا هي نموذجا لأنها تقدم المساعدة والدعم العسكري أكثر ربما من سواها من الدول في هذه المنطقة، وهي تقوم بحماية أيضا تقوم بتأمين هذا الدعم. منذ 2014 قمنا بتعزيز وجودنا ووجودنا من البحر البلطيق وإلى البحر الأسود، بما في ذلك أيضا الأراضي الإستونية، وطبعا كان ذلك بقيادة بريطانيا. إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي فرنسا وألمانيا يساعدون بحماية سمائكم، وبمساعدة إسبانيا سيزول من دعم الدفاع الجوي. كل هذه تبعث رسالة واضحة إلى موسكو أن ستحمي وتدافع عن أستونيا وكل بوصة من أراضي الناتو التزامنا قوي وصارخ، الواحد للجميع والجميع للواحد. في القمة في يوليو سنتخذ خطوات إضافية لتعزيز دفاعنا المشترك، كما نرى تقدم فيما يخص الضم فنلندا والسويد إلى حلفنا، دولتان مجاورتان إلى أستونيا. 28 بين 30 حليفا صادقوا على بروتوكولات الضم. عقدت نقاشات جيدة مع رئيس أردوغان في أنقرة الأسبوع الماضي لمناقشة تنفيذ الاتفاقية التي تم إبرامها يونيو الماضي وكيف يتم تنفيذها. قامت البرلمان البلغاري باعتمادها، سيقوم باعتمادها الأسبوع القادم، وسينضمون إلينا في أقرب وقت ممكن، وهو من أجل تعزيز أمن الناتو. شكرا مرة أخرى للمناقشة، وأتطلع لأن نعمل سويا لحماية مصالحنا. تفضلوا بطرح أسئلتكم بذكر الاسم والوكالة الإخبارية التي تعملون لديها. تفضلوا. Yes.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذه الكلمات بمناسبة يوم استقلال إستونيا التي ألقاها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس ويانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو. تحدثت أرسولا فون دير لاين أنه لا يمكن الاستسلام لروسيا وإلا استيقظ الجميع على واقع أكثر خطورة، وأن هذه الحرب ستحدد مصير الأجيال المقبلة. طالبت بمحاكمة الساسة الروس وقالت إن أوكرانيا أصبحت الآن أقوى من أي وقت مضى. رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس قالت إنه يجب الوقوف بجانب أوكرانيا حتى تنتصر ولن يتراجع الموقف الأوروبي في هذا الشأن، وقالت إن الصراع مستمر بعد عام من الأزمة وهناك مؤشرات على الضغط على موسكو التي تأتي بنتيجة ما، ولا بد من الاستمرار في الضغط على روسيا ومحاسبتها. يانس ستولتنبرغ قال أيضا إن أوكرانيا مستمرة ولا بد من دعم كييف حتى النصر، والخطر الأكبر هو في انتصار بوتين في هذه الحالة.